السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أمنية خالد قنديل، خريجة قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس كلية البنات. أنا كاتبة وروائية مبتدئة. النهاردة جاية أكلمكم عن شوية حاجات صغيرة كده بخصوص قسم اللغة الإنجليزية. القسم ده جميل، اللهم بارك بكل دكاترته، مليان ما يقدم أو ما يشجعنا إن إحنا نقوم على هواياتنا وننميها. في القسم ده أنا درست أصول الكتابة سواء الروائية أو القصصية، فبالتالي ساعدني في تنمية موهبتي من اللي هي الكتابة بقى، وإن أنا أكتب. بعد كده القسم أثر فيا بقى على الصعيد الشخصي، من حيث دراستي زي ما أنا قلت، وإن هو شجعني على إن أنا أكتب روايات وقصص وأنشرها، لأني طبعا درست تفاصيل الكلام ده كله. بعد كده القسم عمل صفحة جميلة لذيذة بتشجع طالباتها سواء كانوا الخريجين أو اللي لسه بيدرسوا، وتابعنا أعمالي الإلكترونية والورقية ونشرهم، وبدأت يعني almost كده تقريبا الناس تعرفني من خلال البيج بتاعت الصفحة اللي بيقيم عليها دكاترتنا العظام، اللي أحب أشكرهم وأحييهم جدا. وبعد كده أنا جاية كمان أوجه نصيحة للبنات اللي زيي واللي أصغر مني بخصوص الأحلام. اوعي تفتكري إن الأحلام خلاص طالما ما تحققتش يبقى خلاص أوقف حلم، لا، احلمي وارجعي دوري على حلم تقدري تحققيه، حتى لو فشلتي مرة أنت مش هتفشلي بعدين. حاولي دايما تدوري على الحاجة اللي بتشجعك، وابعدي عن أي حاجة تحطمك. بس كده، شكرا.